عاد درع الدوري الممتاز من جديد إلى نادي الزمالك بعد غياب 5 مواسم متتالية قبل نهاية الموسم بجولة واحدة، لتعلن جماهير الزمالك عن فرحتها العارمة بعد موسم مضغوط. آمن حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأن العمل الجماعي وإعادة الاستقرار الإداري للنادي هو أهم ما يجب عمله، فعمل منذ اليوم الأول على استقرار الفريق وإعطاء الجهاز الفني الثقة ونجح في ذلك، وكلل مجهود لجنته المؤقتة بالنجاح. رجل المهام الصعبة، لقب لا يستحقه الكثيرون، لكنه يمنح كوسام على صدر من استطاع العمل وسط كم من هائل من الملفات الشائكة. نجح لبيب عقب توليه المسؤولية أن يبث في قلوب عشاق الزمالك نور الأمل للعودة إلى منصات التتويج. ولد حسين لبيب عام 1955 والتحق بنادي الزمالك في عام 1968 لتبدأ رحلة كتابة التاريخ كواحد من أساطير كرة اليد، حيث توج مع النادي الأبيض ب 21 بطولة بواقع 7 ألقاب للدوري و9 لكأس مصر، فضلا عن 5 ألقاب أفريقية. حسين لبيب الموهبة المصرية التي أشرف على تدريبها عدد من رموز كرة اليد المصرية أمثال كمال درويش وحسن مصطفى. شارك لبيب مع منتخب مصر لكرة اليد في 7 بطولات لكأس الأمم الأفريقية إلى جانب 6 بطولات في كأس العالم. وبعد اعتزاله تولى حسين لبيب عدة مناصب، أبرزها العمل كإداري في منتخب مصر الأول وعضوية المجلس القومي للرياضة وأمين صندوق اتحاد كرة اليد وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الأفريقي لكرة اليد، كما تولى منصب مدير كأس العالم لكرة اليد مصر 21. في شهر مايو الماضي تولى رئاسة اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، اللجنة التي واجهت ملفات عاصفة فور توليها المسؤولية، وكان عليه اتخاذ قرارات سريعة وجذرية تعيد الهدوء والاستقرار للبيت الأبيض، ومن أهمها الأزمة المالية التي سرعان ما نجح لبيب في توفير 100 مليون جنيه لتبدأ اللجنة في سداد مستحقات اللاعبين بجميع الفرق الرياضية ورواتب الموظفين. نجح حسين لبيب ولجنته في التجديد للاعب الفرق المختلفة بالنادي، ففي كرة القدم نجح لبيب في التجديد لمحمود حمدي الونش وزيزو إلى جانب الحفاظ على أسطورة اليد الحالية أحمد الأحمر. خبرة لبيب ونجاحه الكبير في المناصب التي تولى مسؤوليتها من قبل جعلته قادرا على الوصول بنادي الزمالك إلى منصات التتويج وإعادته إلى المسار الصحيح.